ثلاثة يتنافسون على اللقب، وللمفارقة فثلاثة لاعبين يتنافسون الآن على لقب الهداف يمثلون تلك الأندية. هل هي مجرد صدفة فقط؟ لا، ليست صدفة، لأن هذه الأندية بنيت من أجل التنافس، وإذا كان لاتسيو يمثل مفاجأة فإن إنتر ويوفنتوس أكد التوقعات مع كريستيانو رونالدو ولوكاكو. كما أن يوفي يبدو مرشحا كبيرا للفوز بسكوديتو، كذلك الحال بالنسبة لإيموبيلي للفوز بلقب الهداف. نجم لاتسيو يملك فرصة أيضا حتى لتحطيم رقم إيغوايين مع نابولي، سجل حتى الآن 23 هدفا منها 9 من علامة الجزاء، معدله أكثر من هدف في كل مباراة. أعتقد بصراحة أن الأفضلية للفوز بلقب الهداف الآن هي لتشيرو إيموبيلي، الأرقام والإحصائيات تقول ذلك، لكن هناك مرحلة الإياب كاملة ستلعب. صحيح أن إيموبيلي هو المرشح، لكن من ينافسه يمكنه أن يغير الأمور بشكل كبير، خاصة عندما يكون اسمه كريستيانو رونالدو. نجم يوفي سجل حتى الآن 16 هدفا، 5 منها من ركلات جزاء، يسجل من 7 مباريات متتالية، ويبدو أنه وصل إلى أفضل مستوياته هذا الموسم. أما من يملك حظوظا أقل من هذا الثنائي لحسم لقب الهداف فهو لوكاكو، لكن هذا لا يعني أبدا عدم ترشيحه لتغيير المعادلة. 14 هدفا حتى الآن، 3 منها من نقطة الجزاء. لوكاكو الذي يتقاسم مركز المهاجم في إنتر مع نجم آخر، مما يؤثر عليه على مستوى تسجيل أهداف أكثر. في هذا المكان قدم إنتر عملاقه اللطيف كما أسماه وقتها، لاعب بلجيكي ينافس الآن على لقب الهداف مع نجم إيطالي اعتاد على تسجيل الكثير منها، ومع عملاق كبير آخر كبير جدا اسمه كريستيانو. من أمام مقر إنتر في ميلانو، حسين ياسين، بي إن سبورتس.